صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين اللهم جدد وجرد في هذا الوقت وفي هذه الساعه من صلواتك التامه وتحياتك الزاكيات ورضوانك الاكبر الاتم الادوم على اكمل عبد لك في هذا العالم من بني ادم الذي اقمته لك الظل وجعلته لحوائج خلقك قبله ومحلا واصطفيته لنفسك واقمته بحجتك واظهرته بصورتك واخترته مستوى لتجليلك ومنزلا لتنفيذ اوامرك ونواهيك في ارضك وسماواتك وواسطه بينك وبين مكوناتك اللهم اجعلنا في قلب الانسان الكامل وحببه فينا وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه بعدد ذرات الوجود وبعدد معلومات الله اللهم وفقنا لقراءتها على الدوام امين يا رب العالمين السلام عليكم